الو معلم، معلش، برنس العمله في مصر حبيب قلبي. جاتك القرف؟ لا مش انت يا معلم، ما تاخدش بالك، اسمعني بس. والنبي يا معلم، كنت قصدك في خدمه، عايز منك 7000 جنيه حالا وهردهم لك في خلال اسبوعين 3 شهر. اول ما الو يا معلم، معلش اقعد رجع انت كده لحد ما هتفقرنا اكتر ما احنا فقرانين. يحصل ايه لو بطلنا تفاصه؟ اما انت سألت عم بقى. استنى. الو حاجه، بص برنسيسه الرقص الشرقي في مصر، سيد بشريه يتحدث. والله ما شاغل يا حاجه بوزبوس، ما انت عارفه ما يشغلنيش عني غير الشريط القوي. يا حياه، طب وربنا انت عامله زي مصر، كل لما تقدمي تجيبي خل ولادك من السياحه. يخرب بيت كده يا ستي، مش بادي عليكي، انا اصلي جنب بكابورت مفتوح على البحري. والنبي يا حاجه بوزبوس، انا كنت مزنوق في 7000 جنيه، اول ما ربنا هيكرم. يا حاجه بوزبوس، يا حاجه زفت، هموت يا سيد، ودي المستشفى يا سيد، هموت. ياكش تعملها ونخلص منك، وهو الوطين ناقص واحد. اكلم مين بس يا ربي؟ ده الوطوبه اسلوب حياه. ودي المستشفى يا سيد. حاضر يا سمعه، احتمال نطلع باي مصلحه من هناك. يا نهار اسود، ايه ده؟ سمعه، ايه وصلنا المستشفى ولا مساء الفل يا برنس الداخلية. ماله ده؟ أكل شوارع يا باشا، واخده على المستشفى. طب اركن لي على جنب وطلع لي الرخص والبطاقة. حسين تعالى مكاني. والله يا باشا هتافق أنا وسمعة في المظاهرات، الجيش والشعب إيد واحدة. أنا شرطة يا خفيف. دي بقى بنقولها يا باشا يوم الجمعه بعد الصلاه في المظاهرات، برضه الجيش والشرطه ايد واحده، وتوصف الشعب سعادتك. طب انزل يا عسل انت واللي جنبك ده. دفعه شوف لي الجدع اللي جنبه ده حكايته ايه. شوف بقى، الله يخرب بيتك هنضيع. بس ايه في ايه؟ الولد سخن وحرارته مرتفعه جدا. ايه ده، من امتى؟ ما صحيتنيش ليه قبل كده؟ انا لسه صاحيه على صوته دلوقتي. وريني يا خبر، ربنا يستر ومحدش يكون حاول يسم هو كمان. الو، جيبوا لي العربيه عند الباب حالا. جراحة فين؟ هاجي معاك. جاية معايا فين؟ الدكتور قال مفيش حركة، أنا هاخده بسرعة على المستشفى وهكلمك أطمنك. أنت هنا، ابقى طمني يا سالم أول ما توصل. طيب في إيه يا ريهام؟ إيه اللي حصل؟ وجيه تعبان قوي وسالم أخده على المستشفى. ما تلاقيش، إن شاء الله هيبقى كويس. إن شاء الله. اسرع شوية، ماشي بشويش ليه؟ إيه مالك بتهدي ليه؟ لجنة سعادتك. أوه، وقف لي يا ابني اللي بنور العالي هناك ده. عن اذنك يا باشا. اتفضل. يا ابني انت الدوشه دي كلها ازاي تنور عليه في وش الكمين؟ سالم بيه؟ لا مؤاخذه يا فندم، افتح يا ابني الطريق عدي الباشا. اطلع. مش ده سالم الجرحي نسيب الرئيس اللي فات؟ ده بيعمل ايه بره تورا لحد دلوقتي ده؟ تورا ايه بس يا باشا؟ انت اصلا جديد في الغردقه،
احمد ربنا الموقف انت شفته ده عدى على خير. وقف يا ابني العربيه اللي جايه هناك دي، خد بالك مين فيها الاول، ما توديناش في داهيه. مفيش داعي للقلق يا سالم بيه، دي حاله صفره مش تسمم. صفره؟ احنا هنحطه في الحضانه 3 ايام ونعالج الحاله لحد ما لون عينيه وبشرته يرجع للون الطبيعي. كويس ان ساعتها جبته على طول. 3 ايام ازاي؟ طب والرضاعه؟ احنا هنركب له المحاليل، دي حاله منتشره عادي جدا بالاطفال. واضح ان حضرتك والمدام ما عندكوش الخبره الكافيه للاسف. لا 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 استني استني. طيب ينفع ان انا انقل الحضانه عندي في البيت ومعايا ممرضه للرعايه؟ احنا ما عندناش تاجير حضانات، لكن المستشفيات الخاصه بتعمل كده. ثم هنا الخدمه كويسه جدا، يعني هيبقى تحت ملاحظه برضه. لا معلش، في البيت هيبقى تحت عينينا، مادام ممكن ليه لا؟ زي ما تحب يا سالم بيه. ايوه سليمان. بقى تقف هنا. ايه تهنا؟ ها تهنا ايه؟ وصلنا يا سيد، ما العماره اهي. انت هتستلوح بقى؟ انت تعرف حد ساكن في العماره النظيفه دي يا سمعه؟ عيب عليك يا سيد، عيب عليك بقى يا اخي. بقول لك 10 سنين بحاله. لا اله الا الله، 10 وساكنين في العماره دي؟ جرايه سمعه. لا ما انا هقول لك يا سيد، ما هم قبل العشر سنين دول كانوا ساكنين في حته معفنه برضه زي حالاتنا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع ناخد القرض الحسن. يا ابني استنى، يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحه، يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد؟ وشوف يا اخي، يعني احنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا بشر، ده انا سمعه مش اثر. مين؟ نهار اسود، نهار اسود. شفت ده احنا غلطنا في الشقه، يلا بينا نجري. ما غلطناش يا سيد، ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده احنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي، على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله. اه بس كده؟ لا باينه الشقه. بتخرج بيا يا سمعه؟ تقول لي قرض حسن وانت واخد لي شقه؟ ابن الله احرقك. انت بتتفرج عليا يا سمعه؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقه اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصه الوعظ دي وتسيب الوعظ للناس الصح. انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذه يعني في الخطيئه، احنا هناخد مصلحتنا وهنبقى من هنا. الله يخرب بيتك يا اخي، اخره المتمه الواحد جاي يستلف فلوس من شقه عرقانه. هنتشفها هنتشفها يا سيد، ولا مؤاخذة يعني يا سيد، يعني الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج؟ ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس. ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق. انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمعة. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعاد الدق. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعة المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعة صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عشت ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينيه السوداء؟ مش في مريض جوه دي وقتها؟ بتتودوا في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لولا حبيبتي. سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8. 7. ايه؟ 7. ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه عافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعها على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور. 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام، مش نافع اي حاجه. الـ8 يرجعوا بعد 6 شهور 10:30. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا، 10500 جنيه. جرايه سمعة، ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدلة الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعة دي. يلا. لولا. لولا ما هو. خش. ها؟ لولا.
كتير علينا يا لولا، ما تخليهم تسعة. تسعة في الخير يا عنيا، والله حلف لك بإيه؟ أنا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي. لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا اخويا. ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوبايه في الكولدير، احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8000 جنيه قصاد الامانه، خلينا نخلص من الليل الغبره اللي احنا فيها دي يا سمعه.